وديه احنا فايزين. جينا من الملعب دخلنا الفندق احنا رايحين للعشاء، اذا شايفه فندق جراند على اليمين تصعد الدرج مال القاعه. خلصنا هم ركض بالدرج وين تعال تعال شو قال لا راسا طلعوا المباراه وكملوا وحللوا وقالوا عندنا شغل حللوا وكملوا بعدين نزلوا تعشوا. ثاني يوم اجيت محاضرات ويا اللاعبين طلع لك المباراه كلها شنو اللي تحتاج شنو اللي صار هذا تعاونهم وعلاقتهم طيبه باللاعبين. يعني حسيت انه بالفعل اكو كادر تدريبي مهتم باللاعبين، اعطى للاعب قيمته، اعطى للمباراه بالضبط. اعطى للفريق قيمته الحقيقيه بالضبط. وشعرتوا كلكم انهم بانه انتم حتى اللاعب منتخب اللي قوي اللي زرعوا هاي بيكم. اي بالضبط زرعوا هاي ثقه واخذنا ثقه من عندهم، هم عندهم ثقه راح ينجحون واحنا اخذنا ثقه من عندهم. واللاعب اللي يصير عنده اصابه او يتمرض او هذا يظل يسال عليه، يظل يسأل الدكتور، يسأل على المدرب المساعدين.